اوكي السلام عليكم شكرا 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 خير يا كرحمي هذا شو مقطع جولة تاكسي يوم نحن مع بستروي اتك يا الله رحمي هذا والله اسرع مقدمة بالتاريخ اوه يا جد والله اني متحمس يا اتاكو شوفوا العصار اللي وراك او ماي جود العصار بيدمر المدينة يا شباب اليوم راح نلعب وين اتاك الو انت حرت الحماس ما شفتك تحت صراحة اليوم يا اتاكو راح نتحول عصير فقبل ايش حط لك اشترك بالقناة وشوفوا يا شباب بس نعبر هاي البوابة السحرية ايش راح يصير تحولت عصار او ماي جاد عصار صغير ليتس جو عصار صغير انا ايه عم اشيل زبالة يا او ماي جاد انا راح امس حوانا يلا عادي هيك ولا هيك لازم ناكل كل شيء قدامنا لحتى نصير عصار كبير وشوف النووي هذا او ماي جاد شوف القنبلة والفين اشتريها نقدر ناكل عصير ثانية طيب اشتريها بعدين اوه والله سعرها رخيص اتاك راح اسوي فيك شيء راح تنجلد فيها بعدين بس ايش سألتني انا ما كنت مركز معاك نقدر ناكل عصارات ثانية رحومي والله ما ادري تعال اجرب عليك وادو اتاك شلت الاشجار الكبيرة كلها ما توقعت فيني والله كفو والله بكبر هيك بكبر بسرعة فيني اشيل البيت لا مستحيل ما يمديني الحين بس في عصير كبيرة وتاكل ممكن كلامك يكون صح وفيهم ياكلونه وناكلهم فابتعد عنهم مؤقتا وتعال خلينا نجرب بعض انا كني شايف وتاكو هذا هو انا اللي عند هذا رحم يلا والله انا كل شوي طالع لي لازم اشتري شيء وينك وتاكو ابلع يا نوب اعطاني نقاط كفو استعملك وشو يعرفنا كنا نعمل تجربه اتاكو رجع صغير جنبي تعال اجلس تعال عصار نونو تعال عصار نونو والله بطقطق عليك ما يمديني تسرع بعد عني هذا كلني لانك صغير اسرع مني ما يمديني شوف هو جا والله هو جا علي هو جا عشان اكل مسان حل عنا اوه ماي جاد شوف الاشجار يا حبيبي والله اكثر شيء يزودوكم الاشجار اوتاكو ولم كمان اوتاكو انت لم الزباله اللي بالارض بما انه انت صغير يعني بالله عليك والله حاجه اكلك كمان شوي تعال كني انا باكل اشجار مستحيل يا ود عبرتك بكثير بس في واحد لونه عصار احمر هداك يا شباب والله شكله خطر انا بخلي حالي بعيد عنه شوي شو هذا في شيء عم يلمع اكلته ليتس جو لا تخاف غير من الله رحمي روح عليه عادي الله عليك اي اي دخل بنايه ايش عم يصير وكني اكلت بنايه مستحيل عم اكل ناس والله في ناس كانوا عم يمشوا بالارض اكلتهم ايه جاني عصار كبير هذا اللون احمر والله عم يهاجمني وتاكل هدول الناس مو لاعبين حقيقيين بي سيز هيك يعني اوكي يا. فكرت ان لاعبين حقيقيين ايه 10000 بده ياكلني والله كنت راح افوت داخل ولا شوي كانه لوني صار ازرق ولا من البدايه لوني ازرق لا اختفى صار لوني ازرق هيك فتره وراح ممكن عم يعطيني كان قوه ولا شيء عم اكل اكثر واه شوف العصار ذاك الكبير هلا والله شباب بنات الاعلان ده شوفوك بالكم هو لعبتنا الجديدة انا وامينو هاي اللعبة يا شباب ان شاء الله راح يكون اطلاقها الرسمي يوم 27/7 وهي تاريخ ميلادي وراح يكون في جوائز اسطورية ان شاء الله الاول 3 فائزين فائزة اول 10000 فائزة الثاني 5000 والفائز الثالث 2500 اللعبة عبارة عن تاور ديفنس جدا اسطوري ورهيب وفي افكتات وشغلات رهيبة ما راح تشوفوها باي لعبة ثانية فاللي حاب يجرب اللعبة حاليا هي بطور البيتا او الطور التجريبي يقدر يفوت يلعب اللعبة من الديسكريبشن او الوصف او تلقاها كمان باول تعليق واسمها ظاهرة قدامكم ففوتوا يا شباب العب اللعبة وجمعوا فيها نقاط لحتى تفوزوا بالجوائز وبس خليكم مع المقطع او ماي جاد عم ياكل بنايات كاملة شوفوا يا شباب مليون فاصلة 26 واو مستحيل نوصل عنده تاج عنده تاج هاي معناها هو الاول بالسيرفر يا تاك اول على الماب هلا الماب ولا السيرفر الماب مستحيل يكون الاول على الماب يا تاك اكلت بيت كبير تاك اكلت بيت كبير هنيومني شوف تاك عندي فكره شفت هذا اللي عنده تاج فيني قتله احذر كيف احذر كيف فلوس البابا كان فيه هون اي وين راح النووي هذا في نووي على الشاشه بس هذا حقه 300 والله حقه 100 شوف اتاك وراح ارست الكل راح يموت ويرجع صغار شوف حتى شوف. انا لا حتى انت الكل يا حبيبي بلكي يا رب انا ابقى كبير بيموت ذاك الكبير خليني اروح اشوف يا شباب اذا بقيت انا كبير اصير اطقطق على الماب كله او ماي جاد تخيل بيموت الواحد بيقدر يجيب شيلد يا رحومي حقه 69 روبوت تمزح ليكون هو مشتري شيلد قتلته انا الكبير
ظليت كبير. او ماي جاد، شوفوا يا شباب، اي القنبله جايتني. او ماي جاد، كنت راح اموت بقنبلتي بس لا، رست الكل انت. الكل انت صار صغير وانا صرت الاول. او ماي جاد، يقول لك فلوس البابا ما فيها فايده. يود اطقطق على الباب كل الحين انا الاول. بس تخيل ممكن هذا اللي كان اللي عنده 1,200,000 ينتقم مني ويشتري نووي، ايش يصير؟ انجلي. او ماي جاد، وقتها بدك ترجع من الاول تعيد. لا لا، بشتري بشتري شيلد. اشتري شيلد الحين يبقى عندي فتره طويله ولا مره واحده اشتري؟ لا لا، بس اذا حدا اشترى نووي بدي احكي لك بعد 20 ثانيه. اوكي 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 اوكي، الحين انا ما شريت شيلد الحمد لله، كنت راح اشتري. مين هذول صغار؟ هذا والله، تعالوا اكلكم، تعالوا اكلكم. اوه اكلت اثنين. ليش تعمل هيك يا رحومي؟ والله هم جوي علي يا اخي، ما يعرفوا يمكن بعدهم منوب، بس هم ممكن يكونوا من ذول اللي قتلتهم وخلص ما بدهم يعيشوا، يعني كان عنده 1,000,000 وفجاه صار عنده 0، بده يكمل اكيد. حكى لك ما بدي اعيد كل شيء من يا انتحر وطلع من الباب. يود هذا سريع، كيف صار 1,000,000 لا 1,300 والله كلته. بطل عندي التاج. لا هياته، كان موجود فوق، انا مو منتبه. فكرت في واحد عبرني بهالسرعه وتاك، تخيل. لا ما حدا حيقدر يعبرك هلا الا اذا اشترى بفلوس البابا يمكن. اكيد هذاك وتاك كمان. تعال خلنا نرجعك من الصفر يا حبيبي، تعال. لا لا رحمي، شايفك انا، شايفك هذا، شايفك هذا، شايفك والله فيني اكبر شفت اصير سريع. او ماي جاد، فيني اصير سريع بس راح يصرف من الطاقه تبعي. وتاكو شايفك انت رحت عند النووي، اظني اهرب منك للابد. هذا اوتاكو عندي. فكرت اوتاكو بيشتري نووي يقتلني. الحمد لله اوتاكو، والله اذا بتسويها جلدك بعدين بالاخير. اوكي، ايه في هذا عنده كنز، عنده كنز فوق. الوه والله بروح اخذ. وين الهدايا يا اخي؟ في منطقه هدايا في اي بي 400 روبوت. يا ود هذا الكنز طلع سكين، انا فكرته شايل الكنز فوق وطلع هو هيك شكله. فكلته هو والكنز تبع المسكين. خلاص تاكل دنيا صار مالها طعمة، انا الاول على السيرفر، ما في حدا ينافسني. تعال لو اجلدك لو تجلدني وتاكل. اجلدك تجلدني؟ طب ماشي، معناته انا اللي رح اجلدك. هلا بشوف شو حاعمل. بعمل حركة رح اسبقك. رح يشتري نووي ها؟ لا تاكل، لا ما حاشتري نووي. ما بخرب، انا بصير انا الاقوى يا حبيبي. لك رح يشتري هذه اللي هي 2 اكس سايز، والله كمان انا بشتريها. انا الحين وتاكل تخيل عندي 20,000، رح يصيروا 40,000. 3-2. طيب اطلع انا قديش عم بزيد بسرعة. هي مو زودك بسرعة، هي شوف كم عندك انت الحين. اشتريت في اي بي ياب. تمزح والغالية يود، 400 روبوكس. او ماي جاد، اسبقك كلها مشان يسبقني. خلص اوتاك، انا ما بسابق معك، بتسبقني انت. خليني اروح اكل. طيب هلا حاطلع واكلك كمان شوي، بدي تورجيني مراسلك. ياب والله اوتاك راح يطلع اكبر مني، بس في ناس كبار ممكن اذا اكلهم اخذ كل طاقتهم. هذا واحد كبير جنبي يا شباب، والله اني بطيء. وتاك تصير جدا بطيء لما تصير كبير، ما انصحك تصير كبير، خليك صغير. ما تنصحني، خلاص تاخرت يا حبيبي، راح اصير كبير واجي اجلدك. بدي اضحك عليه مشان ما يصير كبير. خلاص مبروك عليك وتاك. في واحد يا اخي هذا الاخطر، كيف هو هيك سريع وكيف اكل بهاي السرعه؟ عن جد وما عنده في اي بي، بس لا عنده سكنات، يكون شاري شيء بفلوس البابا. يود والله عم يهرب مني، خلاص ما اضيع وقت واظل اركض خلفه. خليني اكل بنايات هاي المدينه يا جماعه. في ناطح السحاب جنبي والله كبيره، فيني اكلها. تقدر تاكلها؟ خليني اجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. وي كناها. الله عليك. ناطح السحاب عم تطير فوق راسي، كيف هيك؟ يود احلى شيء في روبلوكس انه ما في كيمياء وفيزياء وهيك، كله على بعضه بزباله. كيمياء وفيزياء، شو صرنا بالمدرسه ولا شو؟ اقصد الجاذبية. وهيك هي صح الجاذبية، بالكيمياء ولا فيزياء؟ اتوقع الفيزياء صح؟ فيزياء يب. الله علي، الشيء الوحيد اللي تعلمته من المدرسة. يود هذا رجع، هذا الذهبي كيف هيك سريع؟ ول شوف حجمه، والله شكله حيسبك على فكرة، صار 25,000 سرعة. توني ما اكله يا واد، والله هذا يخوف وتاك، ابتعد عنه. ول 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 ول، صر حجمي 50 ولسه انا مو اكبر واحد بالسيرفر. في اكبر صح عندي التاج، بس بالحجم انا مو اكبر واحد. هذا تبع الكنز اتوقع راح يعبرني اذا شوي. تعرف شو لازم تسوي؟ لازم تروح تاكله قبل ما يصير بحجمك، لانه هلا سريع 25,000 بصير عندك 75. يا واد ايش تتكلم انت سريع؟ مستحيل اروح اقدر اكله. الاخضر جاي قريب علي، يا رب ما ينتبه علي، يا رب ما ينتبه علي. ايه في واحد عم يصارخ كاني اكلت ام بي سي من هذول يتحركوا في الماب. في كبسة الشفت اللي انا عم مكبسها لي فترة، هي تسرعني بس مو كثير يا اخي، وكمان بدها طاقة وتستهلك من الحجم تبعي. في شيء بفلوس بابا نشتريه خلينا سريعين وتاكو؟ في شب على اليسار فيه كتير شغلات حلوة. واو تشوف كل هالاشياء يود. في بيوض، فيك ترجع على البداية تشتري بيوض اصلا بدون فلوس بابا يمكن. ياب والله، يعني صار عندك بتات؟ شكله هيك من هاي، هذا يكبر بسرعة. هذا اللي عنده تشيس شكله طالع له بت يعطيه هذا التشيس. خليني اروح قريب 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 عليه. اوه ما يمديني. ول ول ول، صار لوني ازرق.
صار لوني ازرق، تشست اللي على راسه كمان صار ازرق. الو كان عم يقول لي تعالوا كني ما يمدي يا حرام ما يمدي. طيب اوتاكو فيني ابيع الحجم تبعي بدون ما اخسره ولا كيف؟ بدي مصاري انا. انا عم بحاول ادور على الشاشه طريقه لنرجع على البدايه بس ما عم بطلع عندي. ما في غير طريقه انك تموت. اوه في سكنات هون. اوكي عندي صفر سكن، يمكن البيضات اللي نشتريها هي اللي تعطينا سكنات ونغير شكلنا. وكمان في عجله حظ فوق فيها شغلات حلوه. تمزح مجانيه؟ اي والله مجانيه. ليتس جو. اول وحده مجانيه فقط، خلينا نشوف حظنا يا شباب. 35% سايز، اعطاني 1000، زودني 1000 بس، اصلا ما يبين علي لانه انا حجمي 60000. شوفوا تاكو بالفي اي بي يسرح ويمرح لحاله. على فكره ما حدا قرب عليه. انت صح بالفي اي بي لحالك بس ما في اشياء كثير تاكلها، فتوقع انضحك عليك يا تاكو. بس عم بيرسبنه كل شوي. طلع انا الثاني على السيرفر. وال انت الثاني. اوكي تاكو تاكو خطر علي صراحه، لازم اكله. بدي اسوي حركه وسخه بس لا 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 مو الحين. بدك تشتريها وتفوت تاكلني مو؟ لا اوسخ منها، بدي اخرب السيرفر كله، ارمي نووي مره ثانيه. لا تعمل هيك، اذا عملت هيك بشتري شيلد. صح والله انت يمديك تجيب شيلد وما تموت، والله فكره حلوه. يوجد في قائمه هون للناس الاوائل على السيرفر، انا الاول وتاكو الثاني. في واحد اسمه فيكتا 2912، كمان هذا مخيف وتاكو، هذا بحجمك تقريبا لازم انت تاكله. انا بدي اطلع اكله بس لو يقرب علي هون دغري حاغدره واطلع اكله. اتوقع اللي هو ذاك اللي حاط تشست ذهب على راسه اللي لونه ذهبي هو اللي فيكتا اسمه، ما اعرف فيكتا ما اعرف ايش. روح اكله يا تاكو هذاك غالي. انا بحاول اكله بس سريع يود يهرب مني. اسمع شو رايك نروح نحاصره؟ يلا يلا قدام، بس انت حجمك صغير صراحه ما يخوف، انا حجمي اكبر. اتوقع هو راح يفكر حاله اكبر منك وراح يجي عندك وانت تاكله لانه انت حجمك بالحقيقه صغير لكن قوتك اكبر منه. روح وتاكل تروح عليه. يلا انت من ورا وانا من قدام. يلا 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 يلا, يلا, يلا. اوكي انا بضغط شفت مشان اصير اسرع. واد عم يهرب عم يشوفنا على فكره. يلا اكله رحومي. والله عم يشوفنا. ايه اكل اثنين شفته. اكل اثنين. ولا اكلوا اكلوا يلا وتاكل اكلوا. الله عليك. قايل لك هو راح يفكر انه هو اكبر منك بالحجم. ايه وات يس والله بنتقم منك وتاكو. اسوي لا ريفنج. لا رحومي لا ريفنج ريفنج يقول لك لا خلاص ما قلت له. كنت راح ادفع 80 روبوكس واقتلك بس انت بالسيرفر. بس خلاص خلاص خليه يا اخوان خليه يستمتع هو الاول حاليا. صار عنده 177000 يا ود. او باي جاد وتاكو خليني نجيب شي بروبوكس ولا مصاري عاديه. 50000 3000 يا ود ما عندي هيك مصاري. 20 20 شكلي راح اجيبه بال 20. لا 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 هلا والله متابع يا هلا لونه احمر. لا لا خوي متابع عم يكتب لي رحمه يا هلا يا هلا. اوكي خلينا نروح نشتري تبع ال 145 روبوكس. مو ثلاثه عاد، ثلاثه كثير. لا بدي اشتري وحده، راح اشتري واحدة يا شباب. نقول بسم الله ونشوف حظنا ايش راح يطلع لنا. ايش هذا؟ انا ما اعرف هو هذا ايش، سكن ولا ايش؟ اوه سكن اخضر ليتس جو. وكمان رير ليتس جو. ايش هذه؟ بخلي سكني الاخضر يزيد وراح تصير تعرفني من بعيد يا اتاكو، بس راح ارجع ضعيف يا حرام. فيني اجيب في واحد اخضر غيرك يا الله. والله في اثنين اخضر. روح اكله هذاك البوستر. انت اللي هلا مرسبن؟ لا لسه انا توني رسبنت قوتي واحد يا واد. او ماي جاد والله اني ضعيف. واحد اخضر عند المنطقه الثلجيه يا رحومي. اه لا مو انا يا اخي، حكيت لك مو انا. انا حاليا دمي دعش، مو دمي اقصد قوتي. والله انك صغير نونو. اوكي الهدف تبعنا لهذا الجيم يا شباب او هذا الفيديو انه انا اجيب اوتاكو، اجيب راس اوتاكو وجلده. شوف عم يلوت في الفي اي بي، يعني قد ما هو كبير بده يصير اكبر. وري انا بوريك. هي اوتاكو يطقطقوا علي يا اخي اكلوني. او ماي جاد المره الجاي بس اعطيني اسمه بضلني الحق لاخر الدنيا. صوتي قطع خلاص اوتاكو، ما بدي مساعدتك، انا بحمي حالي بحالي. الله لا يعوزنا عليك. وري يا واد عم يطقطقوا علي، في واحد عم يلحق خلفي المتابع لونه الاحمر. يطقطق علي واحد من المتابعين كان يكتب لي رحومي في اللوبي يا واد والله بده ياكلني. اهرب. اي في واحد ثاني قدامي. لا تحاصرت تحاصرت. او ماي جاد يلا خلي هذه بنت تروح تاكل المتابع الله معه. يا واد اتاكو قبل شوي شفت مجموعه ناس واقفين ام بي سيز واكلتهم كلهم مره واحده واعطوني 100 يا واد. 100 اعطوني ياب اعطوني 100 مره. ايه اتاكو شايفك عم تروح تاكل واحد. عم بركض ورا واحد بدي اكله. او ماي جاد اكلته. اتاكو صار عنده 245. لما ياكل شخص ياخذ كل الطاقه تبعه. لهذا السبب الناس عم تاكلني. شوف انا اكلت واحد الحين واخذ طاقته. والله بصير اكل صغار، بصير اطقطق عليهم. مصاري صار معي 1000 مصاري. تمزح. او ماي جاد الحين كمان صار في يشتري. اتاكو ابتعد عني. تكفى تكفى ابتعد عني. ما حاكلك انت، ما حاكلك ابدا. الله عليك انا حاكلك نهايه الفيديو.
نشوف ورجينا مراجلك اذا قدرت فلاز عليك ان شاء الله يا رب. او ماي جاد يا شباب اتوقع صارت مستحيله 250 عنده باكل المتابع. المتابع عم يهرب مني. تعال اكلك يود يود تعال اكلك اكلته صار عندي 1000. اوه في بنت هنا كمان لونها ازرق يود سريعه. او ماي جاد اكلت اخيرا. شوف صار عندي 1200. الاستراتيجيه تبع الجايه اكل كل واحد اصغر مني، بس بدي انتبه الكبار ممكن يكونوا زي ما عملوا تاكو رقمهم، يعني هم حجمهم صغير بس رقمهم اكبر مني، فلازم اركز على النقطه هذه. انت لازم تعمل استراتيجيه بتشبه اللي انا عملتها، تمشي جنب واحد يا رحومي ويكون محصور من الطرف الثاني وتاكل الاثنين مع بعض. يا بس هذه شويه صعبه لانه لازم انت تساعدني. اساعدك يا حبيبي ما عليك. الله عليك وتاكو. عندها 4000 ذي البنت. يود والله كنت بعيد عليها. اوكي بسوي ريفنج والله انتقم منها. يود اقتلها اقتلها. يلا خلاص بقتلها يا حبيبي. اقتلها قتلته. طلع على 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 وجهها طلع طلع عيون ميته المسكينه صارت تبكي صارت تبكي. وتاك عم تصير معي شغلات مو حلوه الصراحه. اللي بالسيرفر صاروا توكسيك يا اخي طقطقوا علي كلهم. تعرف ايش ليش اسوي؟ هيك؟ والله ما ادري يمكن متابعيني طقطقوا علي ما اعرف. بس اللي راح اسويها وتاك بدي اياك تشتري الشيلد لانه راح اسوي نوك وافجر كل اللي بالسيرفر ونبقى انا وانت كبار مشان التحدي. اوكي 3 2 1 الله يستر. بس الكل راح يموت. تخيل يعطيني طاقة اللي راح يموتوا اوتاك بعبرك على طول. اوه ماي جاد والله بتصير خارق يا واد راح ينفجروا. خلي يروح هذول كانوا يطقطقوا علي. كان في بنت وولد دائما يحسروني هيك بالزاوية ياكلوني يا اخي طقطقوا علي. الحين انا بنتقم. هي انفجر. اوه ماي جاد شايف الانفجار عم لا عم اخذ انا. اوكي عم اخذ كلات. انا مدت وانا مستني تمزح والله. لا تاكو. اوه ماي جاد اوكي فزت بتحدي. مسكينة وتاكو. كيف يا اخي انت مشتري شيلد؟ اشتريته بنفس اللحظة ولا قبل؟ لا لا مشتري من قبل وعم بحكي لي انه معي دقيقتين يعني شغال. واد قليل هذا النووي بفجر كل شيء. يا حرام يا وتاكو مسكين رجع من الصفر. يلا انا الاول صار نو نو. انا الاول بفلوس البابا على فكرة يا حرام. الله عليك وتاكو. عندي احساس مو حلو صراحة. في ناس راح تنتقم فيي بفلوس البابا زي ما انا عملت فيهم. بس مو انت مو انت. شفت واحد من الناس اللي موجودين مشتري شيلد زيك مشان لا يموت بالنووي بس مات بالاخير. هذا اتوقع راح يشتري بفلوس البابا ويقتلني صراحه. يود رجعت اكل بنايه الكبار. ليتس جو. واكتشف الشغله يا اوتاكو الناس هم اللي يعطوك فلوس. كل ما تاكل ناس يعطيك فلوس. شوف هذاك عم يبتعد عني الحين. اذا اروح اكله طبعا شوي مستحيل صعب سريع يود. اذا اكله راح يعطيني على الاقل 500 دولار وهذا الشيء جدا منيح لحتى نشتري. 500 والله كثير. ياب كل ما يكون كبير يعطيك اكثر. او ماي جاد عم يهرب الكل عم يهرب مني. هلا هلا بحصر لك يا بحصر لك يا من الطرف الثاني. يلا يلا تاكو يلا. شايفك انت بعيد علي اصلا. انت زي عم تركض خلفه حرفيا. اوه في مجموعه ناس حولي. هذا واحد فيهم يمديني اكلوه. اوه بلش يهرب مني يا اخي. وقف وقف استسلم. الله عليك الله عليك. هو استسلم ما بعرف ليه بس اعطاني صار عندي 4000. كلها كلها حصرت لك يلا يلا يلا. بيهرب بيهرب. او ماي جاد ما كنت منتبه ما كنت منتبه بس صار عندي 4000 يا اوتاكو. الحين فيني اشتري البيضه حق ال 3000. يود بطيء جدا الكل عم يهرب مني. تعرف ايش يا اوتاكو؟ بخلي تحدي جديد. تذكر الرقم اللي انت وصلت له اخر شيء؟ يب 280000. اوف يعني انا الحين التحدي تبعي لازم اوصل 280000 زي ما وصل اوتاكو. يلا افوز والله كثير. يلا ان شاء الله انا قدها يا شباب. راح اكل كل الموجودين بالسيرفر. في هذا واحد هون جدا كبير 25000 35000 لسه اكبر. بس المشكله عم يهرب مني انا 90000 بطيء يا اخي. لازم نحاصره يا رحومي لازم نحاصره. في بنت عم تحاول تاكل ذول الناس. اوكي انا اكلت الناس بس البنت هربت. كنت بدي اكلها. يلا يلا بحاصره انا من ورا. هربت يا حبيبي سريعه. بدي اروح اكل هذا الذهب يا اخي والله عنده كثير. هذا بس اكله انا اصير اقرب على الهدف تبعي. والله راح احصره بالزاويه وتاكل. والله عليك حصره حصره حصره. المسكين الحين عم يقول هذول ايش من وين جوني. ادعس يا ود ادعس. اعطى بنزين. يلا بالزاويه بالزاويه. بس تري نوم قتلنا نحن اثنين. لا تمزح والله اذا قتلنا انا بعلمه. يس قتلته قتلته. ليتس جو. صار عندي 127 صرت اقرب للهدف. هذا مين؟ اتاكو كني اكلتك؟ لا ما اكلت نهاياتني انا كبير. ما ادري طلع طلع صار ثاني هيك فجاه واختفى. اوكي هذا شكله جليتش. بدنا نشوف واحد ثاني كبير في الماب. ذاك ذاك لونه ازرق واللون احمر. وتاكو تعاون عليه. امشي تعال. ليتس جو نعمل نفس الشيء ونحصره ونجلده. وانا قريب عليه. وتاكو حصرته حصرته. يلا روح روح روح. اكل واحد اكل واحد قدامي. بدعس البوست يود البوست روح. البوست يا رب اوصل يا رب اوصل. يود بعيد عم يهرب من عندنا. وتاكو لا لا ما حيقدر يهرب. هي حاصره 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 حاصره. وتاكو حاصره باكله. ليتس جو
ايش هذا؟ عماك المربع كبير اللي يكون هو شايفه ايوه الدقليتش. انا لسه عندي 170 على فكرة، مو ما زدت ليه؟ زدت، كنت 130 هلا صرت 170. والله ما مركز يا واد. اوكي خلينا نشوف واحد تاني، راح نضل هيك يا شباب لحد ما وصل الهدف تبعنا اللي هو كان 280 صح يا اوتاكو؟ ياب 280 ألف. واد والله بدنا كثير يا واد. هذا الاحمر كانه واقف اي اف كي، والله بروح اكله. لازم امشي امشي ناكله روح امي تعال. ايه اختفى طلع من اللعبه يا حرام. لا ايه تاكو شفتك كانت وعده، هو ركض باتجاهي خايف منك ونط عليه. يا ولد ما ظل في واحد كبير بالسيرفر غير هذا عنده 32 ألف، وما اعرف صراحه وينه، عم ادور عليه. هذاك كانه هنا ياتو ياتو عم ياكل بالمدينه. اركض اركض عليه اركض، والله بروح ادعسه. حصرته حصرته تاكو، اتوقع راح اكلها. انا جدا قريب عليها بس عم اجمع السرعه تبعي. 3 2 1 انطلق ليتس جو. يلا روح 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 روح. والله مسكينه يا اخي، انا لو كنت مكانها كنت راح ابكي. اكلته الله لا عوافي يا حبيبي. ايه 176 خرجت من السيرفر. وات خرجت من السيرفر مشان ما اكلها تخيل. او ماي جاد، هاي ثاني مره يسووها، قبل شوي الاحمر وهسه هاي الزرقاء. يا ود والله ذول خبيثين. مشان لا يعطوني راح يخرجوا يعني يخسروا حالهم. بس ليه يعملوا هيك يا الله؟ خلص انا راح اعتبر نفسي فايز بالتحدي، لانه يا شباب الكل عم يسوي هاي الحركه وما عم نقدر ناكل احد من كثر الطقطقه اللي سويناها عليهم، صاروا بيطلعوا من اللعبه مساكين. اوكي يا شباب هنكم وصلت، هذا مقطع اتاكو اللي اكلناه. يا ود والله وصلني كفو اتاكو. الله عليك وصلني قريب على التحدي. اتمنى يا شباب عجبكم، حط لايك اشتركوا بالقناه وبس. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.